أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: خطب عندنا خطيب في صلاة الجمعة فكانت مدة الخطبة ساعة ونصف، فخرج بعض الناس من المسجد ولم يكملوا سماع الخطبة ولا الصلاة، فهل من خرج يأثم؟ هذا الخطيب قد أساء وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه في خطبة الجمعة، أنه صلى الله عليه وسلم كانت خطبته كلمات معدودات مباركات ما كان يطيل الخطبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فهو مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين خرجوا فهم أخطأوا في هذا أيضا، واجب أنهم صبروا وبعد ذلك يناصحون الإمام ليترك هذا التطويل. نعم، لأنه يحسب الإمام، يمكن يحسب أن هذا أنه مرغب للناس وأنهم يحبون هذا التطويل، ولا يدري أنهم يكرهون هذا الشيء فيناصحونهم. نعم.